قال الشيخ فلان رحمة الله عليه عن تارك الصلاة: إنه ليس عليه قضاء ما فاته، هذا الرأي ضعيف، وأنه يعتبره كافر. ولا نوافق الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ولا الحنابلة على تكفير تارك الصلاة، إنما في أمر تارك الصلاة تفصيل ولا بد، إذا كان تركها تكاسلا فهي كبيرة من الكبائر، إذا كان تركها جحودا فهو كافر. ودل على ذلك ما استدل به الإمام الشافعي من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ على ركوعهن ولم يتم سجودهن وركوعهن فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فما دام قد دخل تحت المشيئة فليس بكافر، والله أعلم.